أول أمر يا أخوان الدعاء، أنا وأنت وكل المشاهدين والمشاهدات لا بد أن يعني نتوجه الله عشان نلجأ إلى الله. الله هو الذي يعيننا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن. هذه الأدعية جميلة تعينك على الثبات. أيضا الثمرات، إذا عرفت أنت، إذا عرفت الثمرات والخيرات والفضائل تثبت على الشيء. ولهذا من ضمن الثمرات حسن الخاتمة. أنت عندما تداوم وتزيد، تداوم وتزيد، سوف تكون بالنهاية بإذن الله خير أعمالك هي أو خيرها. ولهذا إذا عرفت الفضائل فأنت حريص على الدوام. تحتاج إلى تدرج. شوف سورة المزمل من أوائل السور التي نزلت، ولهذا الأوامر فيها أوامر يعني فيها نوع من التربية. 16 أمرا في هذه السورة، كل أمر يحتاج إلى وقفات وقفات. من ضمن هذه الأوامر: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذه فائدة يا إخوان أذكر لكم أيها المشاهدون والمشاهدات. وتبتل إليه تبتيلا في اللغة العربية، تحملوني شوية بس، مهمة جدا في التدرج. نعم. تبتل هذا فعل على وزن تفعل، يعني في الأفعال التي تحتاج إيش إلى شيئا فشيئا، تدرج. نعم. طيب مصدره تبتلا، الله ما ختم بعده مباشر مصدر، قال تبتل ثم أتى بمصدر فعل آخر تبتيلا. تبتيلا مصدر فعل بتل على وزن فعل، قدم أخر يفيد الكثرة، فالتدرج يوصلك إلى الكثرة. هذه لطيفة، لغوية جميلة، رائعة جدا جدا. فالمقصود أن التدرج مطلب، يعني أنت الآن لا تقفز قفزة واحدة. واحد يريد أصلي قال غدا إن شاء الله أصلي 100 ركعة في اليوم والليلة، هي الأمور تحتاج إلى تدرج. القرآن كذلك، الذكر كذلك. من الأسباب الصحبة الصالحة. صحيح. الصحبة الصالحة، نحن نتأثر من بعض، والله مهما بلغنا يتأثر الإنسان من الصاحب الذي دائم معه. عندما يراه يتقدم في الطاعات فإن نفسه تحدثه. ولهذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ولهذا الصحبة الصالحة من أقوى ما يعين الإنسان على مثل هذه الطاعات وعلى مثل هذا الدوام. والأسباب لا شك أنها كثيرة، لعل هذه يعني بارك الله فيك.